السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق الرفاع فوزا ثمينا على حساب نظيره المنامة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم. أهداف اللقاء جاءت عن طريق المحترف البرازيلي باربوسا ومحمد الطيب، يرتقي بذلك فريق الرفاع للمركز الثالث ب 22 نقطة، فيما بقي فريق المنامة ب 11 نقطة في المركز الأخير. من جانبه نجح فريق الملكية في تحقيق الفوز على سترة بهدفين دون مقابل. الملكية يدين بهذا الانتصار للاعب حسين حسن الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و68، ليصل فريق الملكية بهذه النتيجة إلى المركز السادس ب 18 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي سترة عند 16 نقطة وضعته في المركز التاسع. حسن البديل في بداية هذه المباراة.